أهلا بكم من جديد. نبدأ النشرة من الشأن المحلي، حيث أعلنت عضو مجلس الإدارة رئيس الجانب البحريني بمجلس الأعمال البحريني المصري المشترك في غرفة تجارة وصناعة البحرين أفنان الزياني عن استضافة مملكة البحرين للمعرض البحريني المصري المشترك خلال الفترة من 16 إلى 18 من مايو المقبل بمركز البحرين الدولي للمعارض. وقد أوضحت الزياني في مؤتمر صحفي ببيت التجار أن تنظيم الفعاليات الاقتصادية المشتركة من الجانبين البحريني والمصري سيسهم بصورة كبيرة في زيادة حجم التجارة البينية بين مملكة البحرين وجمهورية مصر العربية، وسيشمل المعرض المرتقب العديد من قطاعات الأعمال الاقتصادية والاستثمارية المهمة، منها القطاع الصناعي والمالي والاستثماري، إضافة إلى السياحة التقليدية والعلاجية والعقار والنسيج والأغذية والمجوهرات. المعرض ده بيخلق شراكة بين القطاع اللي بيجسد الشراكة اللي احنا بنحاول نعملها بين القطاع الخاص في مصر والقطاع الخاص في البحرين، وانا متصورة ان خلق الروابط بين القطاعين هو اساس اللي لازم نبني عليه العلاقات. احنا سعيدين جدا بالعلاقات السياسية القائمة وبنفخر بيها، ودي خلقت الفريمورك. لما احنا دلوقتي بنسعى لتحقيق الشراكة دي عشان تبقى علاقات فيها مصالح مشتركة للطرفين. المعرض الاول البحريني المصري والذي سيعقد في البحرين من 16 إلى 18 مايو الجاري، وسيكون يغطي كثير من القطاعات الأساسية مثل قطاع الصناعات والاستثمار، وكذلك قطاع البنوك، قطاع التجزئة، قطاع السياحة والسياحة العلاجية، وكذلك الأغذية والصناعات المتعددة الجلدية والسجاد وغيرها. ويكون كذلك في جزء للحرفيين، قسم للحرفيين، حيث سيعمل الحرفيون البحرينيون مع الحرفيين المصريين. في خبر آخر، كشف رئيس مجلس إدارة واحة بيتك الصناعية أسامة الخاجة عن الاتفاق مع شركة أوروبية متخصصة في إنتاج الأجهزة الكهربائية والإلكترونية لتأسيس مصنع لها في واحة بيتك الصناعية باستثمار يصل إلى 10 ملايين دينار. وقد أوضح الخاجة للنشرة الاقتصادية أن استثمارات الشركة الأوروبية الجديدة سترفع إجمالي الاستثمارات التي نجحت واحة بيتك الصناعية في استقطابها لغاية الآن، وحتى 175 مليون دولار. وقد أكد الخاجة أن دخول شركة عملاقة في إنتاج الأجهزة الإلكترونية والكهربائية الأوروبية للسوق البحرينية يعتبر خير دليل على بيئة الاستثمار الجاذبة لرؤوس الأموال الأجنبية، خاصة في المناطق الصناعية المتطورة في شمال المملكة. واحة بيتك الصناعية الآن تعمل بطاقة حوالي 84% عندنا نسبة الإشغال. الآن نتوقع في خلال الأسابيع القادمة اتفاق مع أحدى كبريات الشركات العالمية المتخصصة في إنتاج الأجهزة الكهربائية والإلكترونية، هي شركة أوروبية، لتأسيس مصنعهم في البحرين وعلى مساحة تفوق أو تقدر بحوالي 70,000 قدم. طبعا اختيار البحرين جاء بعد عملية يعني طويلة كانوا يقيمون فيها العديد من المواقع الأخرى خارج البحرين في المنطقة، والآن احنا في نهاية المفاوضات لإن شاء الله التوقيع. أعلنت شركة الخليج لدرفلة الألمنيوم جيرمكو عن قرب الانتهاء من الأعمال الإنشائية لتشغيل منشأة مستحدثة وعالية الجودة، وذلك لإعادة صهر المعادن وإعادة التدوير والصب، والتي تقدر تكلفتها الإجمالية ب 55 مليون دولار. هذا وقد صممت هذه المنشأة المتوقع الانتهاء منها في نوفمبر 2017 لتطوير قدرة جيرمكو في إعادة تدوير المعادن، والذي سيضاعف من إنتاجيتها إلى 150%، أي ما يقارب 200,000 طن من ألواح الألمنيوم سنويا. ومن شأن هذا المشروع مشاهدينا أن يطور قطاع الصناعات التحويلية في مملكة البحرين، حيث يسهم القطاع الصناعي بحوالي 20% في الناتج المحلي الإجمالي للمملكة، والذي بدوره سيسهم في رفع صادرات المملكة. والآن مشاهدينا نترككم مع أسعار صرف الدينار البحريني مقابل العملات الخليجية والعالمية.